الأحداث لا تنتهي، الرصد مستمر وتغطيتنا لهذا اليوم مستمرة. ولتسليط الضوء أكثر ينضم معنا عبر الهاتف سيدي الكريم، هل تسمعني؟ بحصيلة سياسية والأمنية في محافظة صلاح الدين بأقل من دقيقة، ولا نعرف حتى هذه اللحظة ما هي حقيقة الوضع في إذلال الشعب العراقي وسلب حقوقه وإرادته. أنت برأيك هل تعتقد بأن بعض الأطراف السياسية والسياسيين يمتلكون ميليشيات مسلحة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد. قائمة بأسماء المطلوبين فمن الأولى أن تقوم بتعميمها على السيطرة. ننوه بأن حق الرد مكفول لكل من يرد اسمه في هذه التغطية، وما بين هذا وذاك مدن دمرت. نحن لا نتبنى أي رأي أو كلمة، والرأي في النهاية للمواطن العراقي. بس العراقي من طلع يطالب حقوقه رجم بالرصاص. والحديث بقية، إذن سنلتقي غدا وبنفس الموعد بإذن الله. قناة سامراء الفضائية، الحدث كما حدث.